بسم الاب والابن والروح القدس الى واحد امين. كل سنه وانتم طيبين. النهارده اول يوم في الصوم العذراء 2013. شيء جميل نحن ننتفع لمحبه الست عذراء في كل مكان، والنهارده في كل حته في العالم يذكر تكريم وتمجيد لربنا وتمجيد الست عذراء ام الحبيبه القديسه الطاهره اللي احنا كلنا بنكرمها. النهارده عايز اتكلم معاكم بشكل مختلف شويه عن الست العذراء. عايز بنعمه ربنا في الايام اللي جايه ديت شهر اغسطس ان شاء الله وسبتمبر ناخد عده موضوعات عن الاسره. احنا يعني كلنا عارفين كتير من المبادئ، لكن كتير بنحتاج لحد يفكرنا في المبدا اللي نعيش بيه ازاي. الراجل في البيت والست والاولاد وربنا كطرف رابع في البيت. ساعات كتير جدا بننسى القواعد الاساسيه للاسره. ان شاء الله كم موضوع في نهج العذراء عن الاسره، وايضا ياخد امر فيه يبارك له في اخر الشهر هيكلمنا برضه مع غير اللقاءات الشباب يعني لقاءات اخرى عن الاسره. يوم 18 سبتمبر هيجي لنا يبارك لنا نيافه الانبا ماركوس ومرس اخطب شبر خيمه برضه هناخد نفس الموضوع، وبعدين نختم ان شاء الله في يوم 16/10 بلقاء نيافه الانبا بخوميوس ايضا ناخد نفس الموضوع نفس اللقاء الروحيه دي عن الاسره، ونسمع خبرات الاباء اللي لهم عشرات السنين في الاسقفيه او المطرانيه وخبراتهم مع الاسر والعلاقات الاسريه بين الرجل والمراه. ست العذراء سلام الرب عليها كانت لها حياه مختلفه، مش كده؟ تختلف عن كل الناس في كل شيء. في تكريسها الكامل لربنا من طفولتها. يعني الله قاد حياتها انها تروح في سن 3 سنين الهيكل وتعيش فيه وتتمتع بعلاقتها مع ربنا في الهيكل. لا شك كان لها علاقه مختلفه تماما جوه الهيكل عن اي مكان تاني في الدنيا وعن اي شخص اخر. مش ان الله بس كان بيعدها لمهمه كبيره، لكن ايضا كان بيعدها لعلاقه عميقه جدا جدا معاه هو شخصيا. كان الله هيبقى في بطنها ياخد منها ناسوت كامل، انسان كامل، وهتشيله على ايدها وهتحضر معاه لحد الصليب. فبقى لازم يكون في علاقه غير عاديه مع العذراء بين العذراء وبين ربنا. عموما الست العذراء سلام الرب عليها كانت مثل في كل شيء. وعايزين نشوف كان بتصرف ازاي ونحاول نتعلم منها في الاسره. صدقوني لو اتعلمتوا منها وتشفعتوا بيها حياتكم هتختلف كتير. اول صفه من الصفات الجميله في حياه ست عذراء في الاسره الرزانة. العذراء كانت رزينه، هاديه، ثقيله، مليانه. ما كانش في اي عندها اي نوع من الشوشره او الاضطراب او الجلد. كانت هاديه جدا ورزينه جدا. يعني الكتاب بيورينا مرت بظروف كتيره ما بين حلوه ووحشه، ما بين ظروف جميله وظروف مره، ولكنها كانت تحفظ جميع هذه الامور متفكره بها في قلبها. كان قلبها شغال مع ربنا وملامحها هاديه لانها على اتصال بربنا. اصل الانسان ممكن يتصنع الهدوء والرزانه. ممكن الانسان يحاول زي ما يشوف الناس كده هاديين يحاول يبقى هادي، لكن من جوه يكون بيغلي. ما يقدرش يهدي بركان الانسان اللي جوه دوت غير ربنا. لما الانسان يكون في موقف صعب في البيت او في الشارع او في العمل وبالذات في علاقات بين الرجل والمراه، ما يقدرش يهدي الانسان في الضيقات دي كلها غير علاقه الداخليه اللي مع ربنا. انا دايما اقول لكم ام عبد السيد كمثل الانسان الفاضله عاشت في بيت كان الرجل فيه ظالم تماما وعنيف وقاسي، ولكن علاقتها بربنا استطاعت انها تعمل لها تعادل توازن. ما ساعات احنا اول ما نلجا ليه هو العالم او الاصدقاء اللي احنا مش عارفين. ممكن
واحده ست او حتى راجل في مشكله في البيت، اول ما يلجا لصديق او صديقه وهو حظه طلع صديق كويس او طلعت صديقه كويسه ليكي، هتقول لك نصيحه كويسه، طلعت صديقه خفيفه ان شاء الله تطيروا انتوا الاثنين. فالنصيحه لما الانسان ياخدها ياخدها من عاقل، من هادي، من كامل. عشان كده العدله سلام الرب عليها كان سلامها الداخلي نتيجه علاقتها العميقه جدا بربنا. علاقه مختلفه، علاقه مختلفه. بس انا عايز اقول حاجه، لا يكفي ابدا انك تامل تقول يا سلام العدله الحلوه، كانت علاقتها عميقه بربنا، كانت شايفه ملاك الليل نهار، كانت بتصلي في الهيكل مع التلاميذ حتى بعد القيامه والصعود. لا يكفي ابدا. كانش الانسان بنفسه يدخل الى هذا العمر ويختبر يعني ايه ربنا، ويعني ايه الانسان يبقى علاقته عميقه وقويه مع ربنا، يبقى ايه لازمه الكلام؟ مفيش لازمه للكلام لو كنا احنا كل يوم والنهار والليل نسمع 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 ولا نعمل باللي احنا بنسمع بيه. سمعنا عن العدله كانت في الهيكل من سن 3 سنين، ولما كبرت واحده واحده كبرت معاها العلاقه مع ربنا والعمق دوت، فاصبح جسمها بيكبر وروحها بتكبر ايضا. لكن صدقوني يا احبائي، في مننا كتير كبر جسميا لكن روحه ما كبرتش، حصل لها ستوب في النمو، تخلف في النمو الروحي. في زي ما الانسان مثلا ممكن يكون جسمه كبير جدا بس عقله يا دوب على قد ايه، مفيش. يبقى العقل، نمو العقل بتاع الانسان ضعيف جدا بالنسبه للنمو الجسمي. ايضا في الروح، النمو الروحي ما كانش يتوازن مع النمو السني والنمو الجسمي، يبقى الانسان كبير وشكله تمام كامل ولكن روحه ضعيفه صغيره تافهه ملهاش ابدا قيمه. العذراء كانت رزينه وكانت قلبها مليان سلام بسبب علاقتها بربنا. احنا مش هنطلع ابدا من بره النقطه دي في حياتنا. كانش لنا علاقه قويه بربنا مباشره كده مش هننتفع بشيء. كنتش تعرف تاخدي مشكلتك وتحطيها اولا قدام ربنا في الصلاه وفي التضرعات في الكنيسه، وربما مع مرشد الواحد في الكنيسه ما كانش ده يحصل، هتفضل المشكله الصغيره دي تكبر وتكبر وتكبر لحد ما تسد كل شيء وتسد كل باب للامل وتغلقه تماما. العدله كانت رزينه لانها كانت مرتبطه بالواحد، مرتبطه بربنا وعماله تاخد من ربنا تدي سلام. الله بيعمل كده في حياتنا الروحيه. لما يكون عندنا مشكله ضاغطه جدا 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 ربنا يتدخل فيهدي المشكله جوانا اولا. فنبدأ من بره نتصرف بهدوء لان الله اعطى سلام. هديكم مثل حي شفتوه يعني في حياتكم، امثله كتير لكن البابا شنوده ربنا يرفعنا بصلواته، كان في كل المشاكل الضخمه هو عنده التوازن الداخلي لان علاقته بربنا قويه. هو نفسه استمتع بعلاقته مع ربنا في الجيش وفي العمل في الكنيسه في المغاره في الخدمه. فكانت المشكله لما يجمعها ربنا يقول خلاص يا رب انا مطمن، انت هتحل المشكله والمشكله عندك مش ممكن تاخد ابعاد اكثر من ابعادها الصغيره دي. ست العدله كانت كده مليانه سلام، سلام الله الذي يفوق كل عقل، لانها كانت علاقه مدينه بربنا رزينه. نمره 2 كانت العدله ايضا متزنه في الضيقات. يعني لما تمر بضيقه تلجا لربنا، تلجا للهدوء للتامل، فالمشكله ما تاخدش ابعاد صعبه. يجي لسه بدات تحمل حمل بتاعها كمل 3 شهور بعد رجوعها من عند اليصابات، يوسف يلاحظ ان بطنها كبرت، يبدا يشك افكار شيطانيه جات له، بدا يصدقها وقرر لابد من تطليقها سرا لانه برضه كان راجل بار. والحاله اللي حصلت كلها هاديه جدا جدا لان اتكالها على ربنا. الهدوء اللي عند العدله دوت كان مصدره هو الينبوع الالهي.
ايدها في ايد ربنا وعينها على ربنا ودنها على صوت ربنا. فكانت هذا الحد لما تقول له يا رب انت الراجل اللي تكشف ليوسف، انا ما ينفعش اكلمه. انا كلمته اي شرح مش هيقتنع بيه، لو قلت له روح القدس حل عليا مش هيصدق، لو قلت له جبريل الملاك ظهر ليا مش هيصدق. فانت يا رب اتصرف في هدوء شديد بدون انفعالات وبدون عصبيه وبدون نرفزه، حلت المشكله بعلاقتها ايضا مع ربنا لحد الملاك ما ظهر ليوسف وفهمه كل امر. ايضا العدله كانت هادئه جدا. يوسف بالليل قال لها يلا بسرعه، نعم هنروح مصر دلوقتي في الليل، في نص الليل نروح مصر ازاي؟ والناس يقولوا ايه وطفل لا انا شايلها دوت، ما ينفعش ابدا. عدلت هدوء شديد لم تناقش مشوار مش رايحين مشوار الحي العاشر مثلا ولا الحي الخامس، رايحين من غير مواصلات زي النهارده سريعه، بلد على بعد الاف الكيلومترات على رجلين. ده الموضوع مستحيل يعدي كده على تفكيرنا. الواحد لو قعد يعني على مواصله زي اللي كانوا بيركبوها زمان ديت كام شهر كده يحصل له ايه؟ ده الموضوع مش سهل. لكن كانت عادله في هذه المشكله ايضا هادئه جدا، لم تنزعج. يا رب لتكن مشيئتك، عايزني اروح مصر على رجلي اروح، عايزني ارجع ارجع زي ما انت عاوز. لانها كانت تحيا حياه تسليم فكانت هاديه جدا جدا. انا عايز اقول لكم كمان ان هي اختيار يوسف ليها غصب عنها، رغم ان هي حبت حياه التكريس برضه كانت هاديه. جابوا لها واحد شيخ، تخيل واحده بنت عندها 15 سنه يجيبوا لها واحد عنده 80 سنه وده الخطيب كمان. ايه رايكم؟ موقف سهل؟ مش سهل. هتعمل بيه ايه لو كانت ناويه تتجوز؟ طبعا العدله علشان كانت ناويه التكريس فالامر عدى بسلام. لكنها ايضا لانها وحيده ويتيمه قبلت في بيت هذا الرجل بدون نقاش، كانت كل حياتها تسليم لربنا، هدوء. اصل انت مش ممكن تبقى هادي، مش ممكن تبقى هاديه والروح القدس مش عمال يشتغل جواك، مش ممكن تبقى هاديه وانت مش على علاقه متينه جدا بربنا. اول ما تنقطع العلاقه بيننا وبين ربنا او تضعف يبدا وقت الانزعاج ومشاكل، خناقات، العصبيه، عدم الثقه، التطاحن والتشاحن، يبدا كل دوت لو الانسان الداخلي مش شبعان بربنا. لو علاقتك بربنا فيها اي فتور يبدا الامر يتزعزع جدا. وقصوا على هذا كل شيء لكن بنتكلم على الاسره دلوقتي. ايضا عند الصليب ست عذراء احتملت سيف الالم، لان كل مسمار كان بيدق في ايد مسيح كان بيدق في قلب ست عذراء مباشره، وكل شوكه اتغرزت في جبينه كانت ايضا تتالم معاه تماما امه، وهي يعني لحمه ودمه كلهم منها. احبائي العذراء احتملت الام بهدوء شديد لانها كانت متكله على الواحد القوي الجبار. ايضا صفه من صفات العدله احنا قلنا اول صفه كانت ايه؟ رزانه. ثاني صفه هدوء هادئ جدا جدا. ثالث صفه العدله انها كانت باذله، يعني ما اصعب الانانيه جوه الاسره. الراجل يقول لها انا مالي، ما هي تمسح وتكنس انا ماليش دعوه. والست تقول لها انا مالي هو يجيب فلوس ولو ماليش دعوه، يروح يتصرف يجيب فلوس زي ما يتصرف، يستلف يشتغل مرتين في يوم، يبيع الحاجة اللي عنده في البيت، يعمل اي حاجه بس يجيب فلوس. الانانيه في البيت تحطم الاسره وتقوض اركانها. ست العدد كانت باذله في كل مراحل حياتها، كانت باذله في الهيكل، بذلت نفسها تعطي الاخرين يعني تخدم الكل. وانتم عارفين من القصه بتاع التقليد المقدس ان ست العدله كانت في الهيكل تطعم طعامها للفقراء والمساكين، بس تعطي. ست العدله كانت في بذلها كانت تعطي كل شيء بلا حدود. يعني واحده حامل جديد ولا شك ان العدله مرت بامور الحمل زيها زي اي ست تاني،
بس مع الفرق ان كان الحمل بلا خطيه. فالحمل ده فيه هرمونات وفيه اعباء لا شك يعني. ولكن اول ما سمعت ان سلفتها ولا غريبتها الاصابات، اول ما سمعت ان هي حامل تركت كل شيء وراحت بسرعه على الجبال وحدها، جبال اورشليم، وهي بنت صغيره تبذل جهدها كله من اجل قريبتها اليصابات، ما فكرتش في نفسها. وساعات كتير يعني 80% 90% من شكل الاسره هي الانانيه، ان كل واحد يقول وانا مالي. الراجل يقول وانا مالي بصوت عالي، ست وانا مالي. يطلع الابن والابنه هم كمان يقولوا وانا مالي، انا اهم شيء عندي نفسي، واهم شيء عندي كرامتي، واهم شيء عندي متعتي واجازتي وراحتي. يبدا الانسان، وعلى اقول لكم مبدا مهم، يبدا الانسان ينتهي لما يفكر في نفسه بس. ينتهي. يعني يعيش حياه ملهاش معنى ولا قيمه لانه يفكر فقط في ذاته. يقول ما استحق ان يولد من عاش لنفسه فقط. فالانسان اللي بيعيش لنفسه بيبقى اتعس انسان. ولكن عايز اعيش حياتي بقى، عايز اعيش ذاتي، عايز احقق ذاتي، صدقونا افكار كلها شيطانيه. الانسان يعيش نفسه ويعيش حياته لما يعطي الاخر، لما يبذل. الست لما تساعد جوزها واولادها تبقى فرحانه. الراجل لما يقدم كل ما عنده لاسرته يبقى فرحان. لكن الانانيه وعدم البذل هو مشكله كبيره في الاسره. صدقوني ايضا احد مشاكل الاسره الكبيره في الغرب بالذات في الاماكن اللي فيها فلوس كتير الفلوس. والفلوس ايضا نوع من الانانيه. الراجل عايز يحوش معرفش ليه، والست عاوز تاخد باي شكل كل اللي تقدر عليه من فلوسها باي شكل من الاشكال، بحيث ان هي برضه يبقى معاها فلوس تطمن عليها، تطمن في يوم من الايام ما تعرفش المستقبل ايه. الراجل عايز يحوش ويبني بيت ولا عايز يعمل مستقبل الاولاد، ولكن هو بيحوش فلوس بيأذي اولاده، لان اولاده محتاجين الفلوس ديت، محتاجين يطلعوا عندهم استقرار في البيت وعندهم ثقه في البيت وعندهم ثقه في نفسهم وفي اسرتهم الغاليه. الابن احد اسباب ثباته النفسي بابا وماما. لما بابا يكون كده محب وعطاء وجميل، ماما محبه وعطاء وجميله، الاولاد يبقوا ثابتين نفسيا ونفسيتهم قويه. لكن لو العكس يبقى في مشاكل. المال احد اسباب العاده. نشكر ربنا ما كانش عندها فلوس، كانت فقيره، ولكن اللي كان عندها مجهودها كانت بتقدم خدمه للناس. تروح العدله في بذلها وعطائها تعطي كل اكلها للفقراء، ما عندهاش مشكله. تعطي راحتها ومجهودها لاصابات، ما فيش مشكله. مؤكد ايضا انها خدمت الشيخ يوسف النجار في شيخوخته كتير. خادمه طول عمرها بتخدم الناس، تحب تخدم. ده من ضمن خدمتها وعطائها انها في عرس قناه جليل الموقف تأزم جدا، والناس خلاص الخمر خلصت اللي بيقدموها، اللي هي كانت اهم شيء فرح في ذات الوقت يعني، وخلصت. العدل تروح المسيح تقول له ليس لهم خمر. هي عارفه بتكلم مين؟ عارفه بتكلم الله القدير اللي هو لا يمكن ابدا يتاخر في طلب العدل. فانتهت القصه بعد ما العدل طلبت من المسيح يصنع اول معجزه من اجل طلب العدل. حاجه كبيره، حاجه كبيره جدا ان العدل يبقى اول طلب ليها واول معجزه تذكر في الانجيل من اجل محبه المسيح العدل، من اجل محبه العدل للناس وخدمتها. كانت انسانه باذله جدا جدا. نمرة أربعة انها كانت مصليه. قلت لكم دي فصل كلام كتير. سر قوة العدلة الصلاة. في كل موقف تصلي، والدليل انها حتى بعد صعود السيد المسيح لم تترك العلية، كانت لازقة في العلية مع التلاميذ ومع النساء الأخريات يصلوا ليل نهار، عارفة ان الصلاة مصدر قوة. والصلاة يعني صلاة، يعني القلب بيتكلم ربنا بقوة وبجبروت وب انسحاب كامل.
ست العذراء كانت تصلي وتاخد قوتها من ربنا في الصلاة، مش من العالم ومش من القوى الجسدانية ومش من المال. كانت مصلية سواء في الهيكل وهي طفلة وسواء وهي كبيرة بعد السيد المسيح ما صعد السماء، ولحد آخر حياتها كانت العذراء تحيا حياة الصلاة في البيت. البيت اللي ما فيهوش صلاة هيتعب جدا، البيت اللي الصلاة بيغيب عنه هيتعب جدا. لو الأب بيصلي بعمق، مش بتكلم بقى على الصلاة العائلية بابا وماما مع الأولاد، لكن بتكلم على الصلاة في كل أشكالها. هل بابا ليه وقت مخصص يخش يقفل أوضته ويصلي بعمق ربنا يقول يا رب انقذ بيتك وساعدنا ونجينا وساعد الأسرة كلها وساعد الكنيسة، ولا مفيش وقت للصلاة؟ هل ماما عندها وقت مخصص مقدس للصلاة هو أهم ما بتعمله في اليوم كله، تضع أمام مسبح الصلاة أسماء الأولاد والمشاكل والموضوعات، ولا ماما مشغولة في المسلسلات التلفزيون، مشغولة في التليفونات والموبايل؟ نشكر ربنا أنا عامل شغل كتير معاكم. الأسرة المصلية ربنا حاضر وسطيها، ومن الصعب انها تتخانق وتحصل فيها مشاكل، ومن الصعب انها تتعب لانها تعتمد على ربنا. والأسرة اللي غايبة عن الصلاة توقعوا المشاكل فيها النهارده او بكره او بعد. الأسرة اللي الراجل مش بيصلي فيها، ست ملهاش صلوات عميقة فيها، والأولاد لسه ما تعلموش الصلاة، الطفل لو ما تعلمش الصلاة هيمسك النتندو وهيمسك الأجهزة والكمبيوتر والتليفون ويفضل شغال النهار. لو ما تعلمش إن راح تكون في الصلاة هتعلم إمتى؟ لما يكبر هتبقى الفرصة راحت. بابا وماما مسؤولين إنهم يعلموا أولادهم الصلاة بالقدوة مش بالأمر. خش بقى صلي، طب ما تصلي، خش يا بنت صلي، صلي وأنت في الأول اشبعوا ربنا، ويطلع وشك منور كده فرحان، تطلع معاكنن والخناجات تشتغل بعد الصلاة. الواحد يطلع المفروض بعد الصلاة كده فرحان، يفرح الأولاد، يفرح كل اللي حواليه، يعرفوا إنه فعلا ده جاب الملاك جوه. لكن لو طلع اتخانق يبقى جاب مين؟ ست العذراء كانت مصلية وفي عمر حياتها في الصلاة كانت فرحانة، كانت متهللة، حتى الألم ما كانش يخش للنفس من جوه يأذيها. في ألم يخش يأذي الصباع ويأذي الإيد والجلد، لكن ما يقدرش يخش يأذي النفس لو الإنسان متكل على ربنا. وفي لو الإنسان ما عندوش مناعة روحية لألم ينفذ للنفس على طول ويزعزعها ويربكها. ما تفتكروا ليه يعني النهارده الأمراض النفسية كترت؟ لأن النفس من جوه مزعزعة، مش مسنودة على صخر الظهور، مالهاش اتكال على ربنا، ما عندهاش معرفة الصلاة، ما عندهاش هدوء الروحي، ما عندهاش العمق والبذل والعطاء الآخر، ما فيش. فالنفس بتبقى متذبذبة وتزعزعة. النهارده أولادنا وبناتنا والعالم كله بيعتمد على الحسيات، يعتمد على الأمور المادية والشهوات والأمور العالمية، لأن ده المفروض قدامه. لكن يا ريت أولادنا بره يشوفوا منظر العالم غصب عنهم، لكن جوه في البيت شوف بابا وماما مختلفين، مصلين، محبين للآخرين، مليانين حنون وعطف على الآخرين، مليانين قداسة وطهارة، مليانين من حياة الصلاة. آخر صفة أحب أتكلم فيها إن العذراء كانت خاضعة، في نوع من الخضوع، مع إنها أم الله وأعظم إنسان في التاريخ، أعظم بشر اتخلق على الكرة الأرضية هي العذراء، ولكن كانت خاضعة. يوسف يقول لها نروح مصر حاضر، نرجع مصر حاضر. كان في خضوع وخاضعة في كل حياتها لربنا، ربنا يقول لها يوسف نفسك ألم، سيف الألم والحاضر. تسمع المسيح في عهد إن هو هيتصلب ويقوم لتكن مشيئتك يا رب. كانت ست العذراء خاضعة. التمرد في الأسرة حاجة صعبة. تمرد
احد اسباب تفكك الاسر. الراجل يقول انا راجل بيت كلمتي، الست تقول لا انا كمان كرامتي ولا يمكن اقبل بالراي الاخر، ويبدا الاثنين يتطاحنوا والاولاد تعلموا الدرس الوحيد اللي اتعلموه من الخناقه دي، ان ذاتي تفوق كل ذات في الدنيا دي. ويبدا اولادنا يتعلموا محبه الذات وعدم الخضوع والتمرد على كل ما هو مألوف. تعرفوا العالم النهارده يعتبر الفن كده هو كل شيء غير مألوف فن. تعبيرهم كده كل شيء كده عمار النهارده ماشي كده وطلع بره كده. او الواحد ماشي في الشارع ودماغه عامله فيها خط احمر كده وودانه مخرمه ومسامير حاجات في الناحيه الثانيه ما فيهاش. اي شيء غير مألوف يعتبروه فن. التمرد ده نوع من الفراغ الداخلي. ده بيقول ان الطاعه يعني لها مكانه عظيمه، لكن التمرد كالوثن والعرافه. يعني تصوروا واحد يتمرد على كلمه ربنا، واحد عايش تمرد حياه التمرد في البيت، ده كانه بيعمل اوثان. تعبير صعب ولكنه حقيقي يعني. يا ريت تفرحوا بربنا كل حين زي العادلة اللي كانت فرحانة بربنا. يا ريت تعيشوا حياة الصلاة زي ما هي كانت عايشة حياة الصلاة. خليكم هاديين، تمموا أموركم كلها بهدوء. ولما يكون عندكم مشكلة الجو بسرعة جدا لربنا. يا ريت تاخدوا العادلة مثل في حياتكم الأسرية. الكلام ده بيقوله للراجل والست والأولاد علشان يبقى عندنا بيت مقدس، البيت بتاعكم هو الكنيسة. ولما يكون بيتكم قوي مقدس ثابت وطاهر يبقى كنيستنا دي فوق في السماء. طبعا الاسره هي اغلى ما تملكه الكنيسه. الاسره بافرادها وثباتها ومحبتها هي اغلى ما تملكه الكنيسه. وكل واحد ليه دور كبير جدا، الراجل ليه دور كبير جدا، الست ليها دور كبير جدا، والاولاد ايضا مع الكنيسه نقدم للملكوت اعضاء وافراد كثيره مقدسه في ربنا. ارجوكم اهتموا بالامر دوت وخدوا الست العدله كمثل ليكم، شفعوا بيها، تعلموا منها، واهم شيء تعلموا منها علاقتها بربنا، عمقها في علاقتها بربنا، ثقتها في ربنا، اتصالها بربنا. لكن احنا بس نقول عدله تبقي عدله ونرنم بيها ونسبح ربنا وبس، ما ينفعش. نسمع ونتعلم وايضا نقدم فضيلة في حياتنا علشان أولادنا يطلعوا قد المقدسين ويطلع جيل منير وسط العتمة بتاع العالم. العالم معتم، العالم معتم، ما عندوش النور الإلهي. أصل العالم النهاردة يحتاج إلى شهود يشهدوا ربنا زيكم، لكن لو إحنا فضينا روحيا مين يشهد ربنا؟ يبقى العالم ده غلبان. لا ولاد الكنيسة عارفين يشهدوا لربنا ولا من حد تاني. فانتم نور العالم، انتم ملح الارض، وانتم شهودي يقول الرب، انتم شهودي يقول الرب لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد. تفضلوا.